السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي النهارده في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هجيب لكم وصفه حلوه قوي للتخسيس، تخسيس منطقه البطن. ان شاء الله منطقه البطن تكون مسطحه. هنعمل النهارده مع بعض خطوتين، هي وصفه واحده بمكونين اتنين، ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا من الوصفات الحلوه قوي اللي بتعمل تخسيس لمنطقه البطن. كمان عايزه اقول لك اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا دي، ان حاولي ان انت ما تتعشيش، يعني حاولي تاكلي زبادية او تاكلي فاكهة، اي ثمرة فاكهة بالليل. ان شاء الله باذن الله لو نمتي من غير عشاء مع الوصفة بتاعتنا دي ومع التمارين اللي احنا دايما هنعملها ان شاء الله، تمارين شفط البطن، بيجيب نتيجة كويسة قوي قوي في حرق وتفتيت الدهون. الوصفة بتاعتنا ان شاء الله سهلة وبسيطة، يلا بينا هنعملها دلوقتي مع بعض. تابعوني لاخر الفيديو هتستفادوا، ولو انت اول مره تدخلي قناتي ما تنسيش تشتركي معايا ونضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب، وكمان نضغط على الجرس عشان كل فيديوهاتي الجديده توصل لكم ان شاء الله. يلا بينا نعمل مع بعض الوصفه من الوصفات الحلوه قوي لتخسيس وتنحيف البطن، هتعجبكم باذن الله. نبدا وصفتنا، والوصفه عباره عن خطوتين، هنعمل وصفه مع بعض، يلا تابعيني لاخر الفيديو بإذن الله. الوصفة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا، بتعمل على تخسيس البطن وتخسيس الكرش، وكمان بتعمل تنحيف للبطن والبطن بتبقى مسطحة. النهاردة ان شاء الله هنعمل خطوتين، هنعمل وصفة وهنعمل دهان مع بعض، بيعمل على التخسيس بإذن الله. بس اهم حاجة اعمل الوصفة زي ما احنا هنقول كده بالظبط، وحاولي على قد الامكان ان انت تقللي الرز والمكرونه، وكمان حاولي ان انت تتمشي كتير، حتى لو انت في الشقه اعملي حركه كتير، الحركه كتير بتعمل حرق للدهون. النهارده بقى ان شاء الله انا جايبالك معايا طريقتي، هي يعني هي وصفه واحده بس هعمل فيها خطوتين اتنين. اول حاجه هحتاج معايا هنا خل التفاح. خل التفاح جميل جدا جدا للتخسيس، بس هنستخدمه ازاي؟ اول حاجة انا عايزاكي تعملي كمادات مية سخنة تكون يعني درجة حرارتها الجسم يتحملها، والمية الدافية دي هتبقى عبارة عن كمادات. هتعمليها ازاي؟ هتجيبي طبق وهتجيبي المنشفة او الفوطة بتاعتك، وتحطي الفوطة في المية وتبدأي ان انت تعصريها بسيط كده، وبعد كده تحطيها وتفرديها على منطقة البطن. بعد ما نفردها على منطقة البطن نسيبها لحد ما تبرد خالص. هتكرري الكمادات ديت يعني 3 أو 4 مرات، وبعد كده هننشف البطن كويس جدا. احنا بالطريقة دي بنفتح المسام، مسام البطن، علشان نفتت ونحرق الدهون. بعد ما ننشف المكان هنجيب معانا قطنة بالشكل ده، وهنجيب الخل، خل التفاح اهو، وهناخد من خل التفاح كده على القطنة بالشكل ده اهو، معايا هنا خل التفاح. وهبدأ بقى اعمل ايه؟ هبدأ اجي على منطقة البطن وابدأ امسح بالشكل ده، همسح المكان اللي انا عايزة احرق وافتت فيه الدهون. هتمسحيه بالخل بالشكل ده، وطبعا هنسيبه على المكان يعني من 5 دقايق لـ10 دقايق. الخل جميل جدا جدا لحرق وتفتيت الدهون. بعد ما نعمل خطوة الخل دي هنعمل بقى دلوقتي مع بعض وصفة. الوصفة دي سهلة جدا، مكوناتها بسيطة قوي وموجودة عندنا كلنا. اول حاجة هحتاجها معايا في الوصفة دي هو معجون الاسنان. معجون الاسنان اي نوع موجود عندك من معجون الاسنان هيمشي معانا في الايه، في الوصفه اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. انا هحتاج معايا دلوقتي معلقه من معجون الاسنان، هاخد يعني مقدار معلقه في الطبق بتاعي بالشكل ده كده، وهضيف عليها معلقه واحده من الزنجبيل. عايزه اقولك انك ممكن تستخدمي الزنجبيل البودر، وممكن تستخدمي الزنجبيل الفريش هنبشره بالمبشره،
بس انا هعمله معاكم بالزنجبيل البودر، لان الزنجبيل الفريش مش متوفر عند ناس كتير بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اخر مكون هنضيفه معانا للوصفة دي وهو زيت جونسون بيبي، او ممكن تضيفي اي كريم مرطب انت بتستخدميه او فازلين، بس انا هضيف زيت جونسون بيبي، حلو قوي، بيلطف وبيطري الجلد. هنضيف معلقة، ولو احتاجنا الوصفة عايزة تاني هنضيف تاني اهو، وهنقلبها مع بعض بالشكل ده عشان احصل على القوام الكريمي اللي انا هستخدمه معاكم دلوقتي اهو بالشكل ده. كده انا مش هحتاج تاني على فكرة. طبعا لو ضعفت الكمية بتضعفي معجون الاسنان، وبتضعفي يعني لو اخدت معلقتين من معجون الاسنان عليهم معلقتين من الزنجبيل، وكمان عليهم معلقتين من زيت جونسون بيبي. زي ما احنا شايفين كده جاء الوصفة معانا اهي، بقت جاهزة. هستخدمها ازاي؟ طبعا هاخد كده من الوصفة معايا، باخد كده على اطراف الاصابع وهبدأ بقى ادهن بالشكل ده منطقة البطن، وادعك وادلك كده بحيث ان انا افرد الخليط كله على منطقة البطن، وتفضلي تدعكي كده لحد ما تفردي الخليط كله اهو على منطقة البطن. وزي ما قلنا ممكن نستبدل الزنجبيل الباودر، ممكن تستبدليه بالزنجبيل الفريش بالشكل ده. ادهن اهو، هسيبه بقى على منطقة البطن، وهبدأ اجيب بقى معايا هنا الكيس النايلون اللي احنا بنستخدمه لأغلفة الطعام، هنلفه على منطقة البطن يعني لا يقل عن 4 أو 5 لفات، هنلفه بالشكل ده اهو كده، وهنسيبه لمدة ساعة. نتيجته تحفة جدا يا بنات وشباب طبعا، واي حد بيعمل الوصفة دي، الوصفة دي تنفع لأي حد طبعا بيعاني من السمنة، بتعمل تفتيت للدهون. هنسيبها زي ما قلنا لمدة ساعة. اهم حاجة ان انتي برضو تحاولي ان انتي ما تاكليش كتير بالليل، حاولي تنامي برضو من غير عشاء، واستبدلي العشاء بالزبادي او بالفواكه. الزبادي ممكن نضيف عليها زي ما قلنا قبل كده بذور الكتان، او ممكن تضيفي عليها بذور الشيا او حب الرشاد، برضو بتعمل تخسيس حلو قوي للجسم مع الوصفة اللي احنا عملناها ديت، بتعمل تنحيف للبطن وبتزيب الدهون بسهولة جدا. هنستعملها قد ايه؟ هتستعمليها مرة واحدة بس في اليوم، مرة واحدة هنستعملها ولمدة 10 ايام، وهتشوفي نتيجة كويسة ان شاء الله. طبعا حاولي برضو وانت بتعملي الوصفة دي تعملي تمرين شفط البطن، تمرين شفط البطن مهم جدا مع الوصفة بتاعتنا دي، لان لما انت بتشفطي بطنك كده بتحاولي ان انت بتشدي عضلات البطن، خاصة عضلات البطن اللي فيها ترهلات، وبتجيب نتيجة كويسة اوي ان شاء الله. دي كانت الوصفة بتاعتنا، واظبي عليها وتديكي نتيجة حلوة بإذن الله لو واظبت عليها وفي وقت قصير ان شاء الله. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم واستفدتوا بيها. حبايب قلبي يا رب تستفادوا بالوصفات اللي احنا بنقدمها على القناة دي لكل حياتي. الوصفة دي استعمليها لمدة اسبوع او 10 ايام، هتديكي نتيجة ممتازة جدا جدا، بتحرق وبتفتت الدهون. اهم حاجة ادهني منطقة البطن كويس قوي زي ما احنا قلنا، وكمان لفيها كويس 4 أو 5 لفات بالكيس النايلون، هتديكي نتيجة ممتازة ان شاء الله. ان شاء الله الوصفات اللي احنا بنقدمها على القناة دي تعجبكم باذن الله. ما تنسوش حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو حط لايك للفيديو، وشير للفيديو لكل اصحابكم، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي سيبالكم في صندوق الوصف على فيسبوك وتويتر وانستجرام، وكمان موقع جيجي كل حياتي. واي اسئله انتوا عايزينها او تعليقات اكتبوها في الكومنت، وان شاء الله برد عليها. اي وصفات حبينا في القناه ان شاء الله باذن الله بعملها لكم.
استنوني فيديو جديد ووصفات جديدة مع جيجي كل حياتي. باي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.